الطيارة عملت هيك، هيك عملت الطيارة أول ما طلعنا، يعني هي طلعت هيك بعدين عملت هيك. عم يميل هو، لساته عم يميل. وأنا وإسراء أخذنا هذا توفير ال توفير الطاقة، وضعية توفير الطاقة، وضعية توفير الطاقة. قولي شو بتكرهي أكثر شيء بالطيارة أول ما تطلع؟ الأوداني بسكروا كثير، بكرهها. خافوا من الطيارة أنتو؟ أنا وإسراء ما بخاف الطيارة، تعودنا يعني. بلشت تسعوا الإسراء، بلشت الحلقة. بس لا أكيد يعني إلى وين لسه بخاف شوي. هلا أنا بحس إنه إذا كثير بتطلعي طيران تتعودي. بس حتى لو يعني خصوصا لما بتصير المطبات الهوائية كثير بخاف. بتعرفي إنه الطيارة أأمن وسيلة وسائل؟ آمن مواصلات يعني بين الباصات والسيارات، آمن الشيء بالطيارة. ما تخافوا من الطيارة. تعالوا معي، تعالوا لعندي، خذوا هي اتركوها تنام، اعطوها شلة نايمين وجيبوا لي شلة فايقين. قدامكم فبتصيروا بتتاوبوا. ايه بس هذي اللي ممكن تخفلي عادي الواحد، لانه هلا بيعملوا اجواء نوم، هلا بيعملوا اجواء نايت، يعني نايت نايت جود نايت يعني. يس بس انا بدي اورجيكم الاسرة لما تكون نايمة، لازم يعني وعدت حالي اني اصورها وهي نايمة. انا ما عندي مشكلة، ما في لو ما عندي مشكلة. Can we check?
طبعا يعني لا هي مو المحطه الاخيره يعني احنا هلا وصلنا هلا بكم وصلنا بس خلوني اخذ نفس مبدئيا الف الحمد لله على سلامتنا يعني خلصنا من الغمه الصعبه خلينا وصلنا يعني اه عن جد بكير بكير وصلنا بدي اقول لكم شيء هلا حطلع التعليقات لحد الان في بس وحده بس يلي حزرت تخيلوا بعشر دقائق 70 تعليق ما شاء الله بين ال 70 تعليق وحده بس وحده بس هلا عرفانه انه احنا وين رايحين بس شوي اعطوني وقت بس لافضل انه بجيب شغله سريع هاي هون يا دلي على هجواء اللبناني يا دلي ايش هيدا الجو جو روعه كثير مبسوطه انا بك عيطت كثير انا حاطه السماعات ايه السماعات اوكي وصلنا هلا اكل شوي بالاستراحه بدنا ناخذ هيك قهوه ونصفى وكعكه ما في شوب ما في تبع ما في يعني زبال يعني ليكم شوف الجو اجواء بس تعي اختي تعي بخاف عليكي تعي هون شوي يعني خطر شوي خطر شايفين الشروق هيك ما بس فوتي بس مشان ما يعني انا مبسوطه حصير اطلع مثلا الساعه 1 بالليل قصدي طب شو ما حكينا اوكي احنا صحيح انه نزلنا ببيروت بس احنا وين شعرنا اوكي يا جماعه بما انه طلعت لكم التعليقات ووحده بس يلي عرفت انه انا اوكي صحيح انا رايحه مين تروح هلا ايه انا اجيت بيروت ونازله من بيروت على الشام يا ويلي شو يا ريت لو فيني مثلا اقضي هون اقل شيء يوم انا كثير شو يعني حلوه بيروت ما عندي الموضوع بس مو هلا بركي ان شاء الله بنرجع بنقضي هيك يوم بنقضي يوم بعدين يومين هيك ببيروت فهلا عم يوصوا لسيدرا لانه اجى على المطار شوفير ياخذنا فعم وصل لسيدرا قهوه والي 3-1 بس بدون سكر ان شاء الله جبيا لاني انا ما ما بدي شيء ليكو انا واقفه ناحيه الشمس بس ما كان لي واقفه ناحيه الشمس يعني بس هيك منظر شكرا الله على القهوه شوفوا شايفين تبعيتي بيك ليش لانه لا انت 3-1 انا قهوه ساده يا هيك الماكس يا بلا بس طول بالك اوكي يلا باي يا جماعة واخيرا وصلنا على سوريا وكتير مبسوطين يعني هيك من قلبي بقلبي ومبسوطة على بسط ماما لأن ماما اجواء كتير بتحب هاي الاجواء المهم نحن هلا بالهوتيل عم نستنى لنستلم الغرفة على الساعة 12 هلا انا بصراحة اخذ السويت بس السويت ما بيفضل الساعة 3 فهلا رح ياخذونا غرفة او يعطونا غرفة لبين ما يفضل السويت فنحن على الساعة 3-4 بنرجع بننتقل على السويت بس هلا هيك يعني كثير متحمسة قاعدين هناك شربنا قهوة وصحصحنا وسيسي هون كثير متحمسة تخيلوا مو نايمين بس من حماسي اصلا ما رح نام بدي اطلع استلم الغرفة الركين ناكل نعمل نسوي نبدا يومنا هلكو اليوم ممكن يكون شوي هادي بما انه يعني فيكم تقولوا يوم سفر ومو نايمين منيح بس بنفس الوقت ما رحنا لازم اعمل اجواء حتى لو كانت الاجواء هادية بس لازم هون انا بقترح على سيدرا نطلع سوا وبتسبقني تكوين سيسي هاي انا هون وانا هون وانتي هون وانا هون وانتي هون يا سلام على الحماس وعلى يا جماعه انا ممكن من التعب مو قادره اني اعبر لكم على حماسي بس انا فعليا كثير متحمسه يعني من حماسي ما بعرف ممكن جن ممكن بس انا بدي اشد مع هاي الغنيه هي شو تقول انا بدي
جن ما رح كان بدي جن قريبة. بس خلوني اتركها يعني لحد الآن أنا ما استلمت الغرفة. تمام؟ لا ما استلمت الغرفة. خلوني استلم الغرفة ونبلش أنا وياكم نبلش هيك الأجواء خرافية. ما بعرف. لا أكثر من خرافية. والله. أكثر. لازم تتحمسوا في شغلات نار مولعة. عملت لكم برنامج خرافي على فكرة. يعني انا مساعدتك فيه للبرنامج. لا ونحن يعني صراحه الاجواء يلي هون كثير بنحبه خصوصي. ما رح احرق لكم كل شيء هلا بس اليوم لانه في بلانات لقدام متحمسوا في بلانات لقدام في اشياء لقدام فما رح نحرق كل شيء. تمام يعني يوم يوم خطوه خطوه حبه حبه هيك ما بيقولوا. لا وحاطه لي الموسيقى ريلاكسيشن بس سيدرا مستحيل ما تشوف مراية وما تتصور يعني مستحيل مستحيل. انا بدي انا هيك تكوني مجنونة بحبك يا عيوني جني ولا لحظة تروح. شوفوا التصوير الخرافي. واو اي لايك ات حبيت بس مو ضروري اوعى. هي انا وجني جني يا عيوني شو حبك انت ومجنوني ترقبوا شغلات نار. سيدرا عم تشوف الجو. الجو بصراحة خيال 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 بجنن بجنن. واو فكرة كتير سألتوني هذا السؤال انه اسراء ايمت راجعة. انا خبرتكم اني انا اجيت تمام وحجزت بس ما حجزت رجعة لانه ما بعرف بصراحة. انا لما بنزل هون كتير بنبسط فقلت خليني احجز بس جاية وايمت ما بدي برجع لانه بعرف حالي كتير بنبسط بعمل اجواء كتير في اماكن حلوة اروح عليها فمشان هيك ما حددت بصراحة يوم او تاريخ لرجع. انتو خبروني كم يوم بدكن ياني ضل. اخيرا يا جماعة حارتاح شوي. استلمنا هلأ السويت ما بعرف لما شفت المنظر هون هيك التخت فجأة هيك حسيت اني انا لازم نام وبنفس الوقت انه لا ما بدي نام يعني ما بعرف عن جد ما بعرف محتارة محتارة لقي حالي ما رايح حالي شو اعمل. شوفي شوفي